الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوتر عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه أيضا قال: كان القنوت في المغرب والفجر. هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوتر، وبوب له بقوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. طبعا هذه الأحاديث إخواننا، وهذا آخر حديث في الباب، نستفيد منها أن الإمام البخاري حينما ذكر هنا هذه الأحاديث في كتاب الوتر ولم يذكر الوتر، ليش؟ كما قلنا أن الإمام البخاري في مذهبه أن هناك قنوت في الوتر، ولكن الحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت على شرطه، فلذلك لم يضعه في هذا الكتاب. وأراد أن يبين من خلال هذه الأحاديث أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع، لذلك أورد هذه الأحاديث في هذا الباب. كذلك عندنا مسألة أن من خلال هذه الأحاديث يتبين لنا أن القنوت في أول الأمر كان في الصلوات الخمس، في كل الصلوات، وهذا باتفاق العلماء. ثم بعد ذلك اتفقوا على ترك القنوت في الصلوات الأربع، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالعلماء متفقين أن القنوت كان في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم اتفقوا كذلك على أن القنوت لم يكن بعد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلفوا في صلاة الفجر فقط. فالخلاف في ذلك والأحاديث التي سمعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط، وخاصة في الحديث الأخير كان القنوت في المغرب والفجر، هذا كان في النوازل، لأن الحديث السابق قال: يدعو على رعل وذكوان. فلذلك على أن القنوت قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا في الصلوات الخمس. بعد الشهر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستمر في قنوته إلا في صلاة الفجر، وهذا على بعض المذاهب وهم جمهور العلماء. كذلك هذا يعني إثبات القنوت في صلاة الفجر من حديث أنس كذلك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. فهذا الحديث طبعا يعني يثبت لنا القنوت في الفجر. طيب في المغرب، في المغرب كما تبين غيره من الأحاديث في الظهر والعصر والعشاء، وهنا في المغرب على أنه يحمل على النوازل، يعني في الشهر الذي قنت فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك القبائل الذين قتلوا أصحابه رضي الله عنهم. فلذلك نحن باختصار أن هناك قنوت في الفجر وهو الراجح، والقنوت يمكن أن يكون قبل الركوع وبعد الركوع، وأن القنوت كان في بداية الأمر في جميع الصلوات في النوازل ويبقى كذلك. يعني إذا كان في نازلة وإمام المسلمين رأى أن يقنت الناس في الصلوات الخمس فلا مانع من ذلك. وأن القنوت في الوتر ورد عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه في قنوت الوتر أن يدعو: اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخر الحديث. هذا باختصار في كتاب الوتر الذي أورده الإمام البخاري مع هذه الأحاديث. فهناك لما أنس ينفي قضية القنوت، في بعض يعني الناس بيقول طيب في أنس نفى أن والله قنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشهر، هذا في الدعاء على المشركين، أما القنوت بحد ذاته بقي. أما أنه يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام على المشركين في القنوت فهذا
طبعا لما نفى أنس رضي الله تعالى عنه نفى أن يستمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه على المشركين، أما القنوت الذي علمه للحسن بن علي فاستمر به كما في حديثه أنه ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.